فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التبين، والتبين صفة إيمانية للذين آمنوا، أمر الله بها عز وجل في محكم كتابه، وربى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه الكرام، وبث ذلك خلقا في المسلمين، وجعله منزلة من أعلى منازل الإيمان للذين صدقوا الله حقا وللذين أخلصوا له صدقا. وذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صحيح أن ظاهر الخطاب يتعلق بتبين الأخبار، وكذلك كان سبب نزول هذه الآية، ولكن علماء القرآن والفقه وأصول الفقه على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فوجب على المؤمن إذن أن يتصف بهذه الصفة، أي أن يكون متبينا في أموره كلها، في أخبار الدين وفي أخبار الدنيا أيضا، وأن يكون متبينا في أعماله ما بين صلاح وفساد، وأن يكون متبينا أيضا في إخلاصه ونيته ما لله وللتعبد وما له، أي ما لنفسه لحظه ولدنياه. ومن هنا كان التبين بهذا المعنى العام الشامل منزلة إيمانية، فليس من السهل أن يزعم أحد أنه يتبين بمجرد أن يقرر ويقول أنا الآن أتبين، فلا بد إذن من سعي ومجاهدة للنفس من أجل اكتساب هذه الصفة، لأنها صفة تربوية إيمانية، والصفات التربوية الإيمانية لا تكتسب بالقول ولكنها تكتسب بالعمل، وكل صفة الشأن فيها أن تكتسب بالعمل لا تحصل بين عشية وضحاها، بل تحصل بعد مراس على العمل وسعي ودربة وتخلق حتى يصبح التخلق خلقا، لأن التخلق هو تكلف الخلق. إنسان مثلا بخيل ليس بكريم، فليس بوسعه أن يصبح كريما في لحظة سريعة، بل عليه أن يتخلق الكرم، يعني يحاول يكون كريم في هذه اللحظة وفي اللحظة التي تليها والأخرى والأخرى، وقطعا سيجد نفسا تدافعه وتريد منه أن يبخل وهو لذلك يدافعها، ويريد منها أن تكرم، فهو إذن في مدافعة نفسية باطنة من أجل أن يحصل خلق الكرم، فكل كرمه قبل أن يكون كريما إنما هو تخلق الكرم وليس كرما على الحقيقة. كي تكلف الكرم وشيء حسن وجيد، لأن التفعل هو الذي يعطي الفعل في نهاية المطاف، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. يصير الإنسان عالما بتكلف طلب العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. خلق الحلم، الرزانة والكياسة والفطنة والهدوء وعدم التسرع، حلم لا يقع للإنسان دون كسب ومجاهدة، وإنما يحتاج إلى تحلم، يصبر راسه اليوم وغدا وبعد حتى يصبح من الصابرين وحتى يكون من الحلماء المؤمنين. إذن ما نحن فيه من منزلة التبين لا يمكن أن يحصل هكذا، وإنما يقع بالمجاهدة، يجاهد نفسه في الله عز وجل حتى يصير من المتبينين. ولذلك طلب الله عز وجل من الذين آمنوا أن يتبينوا، ما قالهاش للناس أجمعين، بل طلبها من الذين آمنوا أصالة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خاطب المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، بل الصحابة الكرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل صحابيا جليلا إلى قبيلة من قبائل العرب مسلمة يأتيه بزكاة أموالها. النبي صلى الله عليه وسلم صفت واحد الصحابي لواحد القبيلة مسلمة يجيب له الزكاة، وهذا الصحابي كان بينه وبين تلك القبيلة في الجاهلية ثأر،
هذاك الصحابي عنده حساب مع القبيلة قبل ما يسلم هو وقبل ما يسلموا هما. هو غادي والشيطان كيوسوس ليه كيقول له عندك تمشي تدخل عندهم تاخذ المسائل وينقلبوا عليك ويتفكروا القضية القديمة ويقتلوا. فهو في طريقه يعيش هذه الهواجس والوساوس، إذ رأى وهو داخل على القبيلة رجالها يستقبلونه من على بعد خارج اللوبي ما جاء من أجله كيتسناوه. فلما رأى ذلك من بعد حسبه جيشا ورجع هاربا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله، إن القبيلة الفلانية تريد الغزو، هادو جايين مهاجمين، هادو غزاة. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تحقق من الخبر. وكذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما أرسل أقواما آخرين ووجد الناس إنما كانوا يريدون إكرام هذا المبعوث من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يريدون به شرا إطلاقا. فكيف كان ممكن تحول الأمر إلى كارثة، إلى مصيبة، بسبب وساوس وهواجس لشخص من المسلمين؟ وسمى الله عز وجل هذا الصحابي فاسقا، وليس الفسق هاهنا بمعناه المطلق ولكنه بمعنى المخطئ. فسق عن الطريق أي أخطأ، فسق عن الأمر أي أخطأه ولم يصيب الحق فيه، وهذا من أبسط دركات الفسق. وهناك ما هو أحط، وهو ما يرتكب فيه الإنسان الكبائر والعياذ بالله. فنبه رب العزة المسلمين إلى هذا المعنى العظيم، التبين والتحقق. وغلط كبير كيرتكبوه كثير ديال المسلمين مع الأسف، من عدم إتقان هذا المعنى الذي قامت عليه صناعة الحديث، أي صناعة نقل أخبار السنة النبوية. علماء الحديث ما استطاعوا أن يحكموا بالصحة على الصحيح وبالضعف على الضعيف إلا بالتبين والتثبت من الأخبار. وهذه درجة أولى في هذه المنزلة، فهي درجات ثلاثة ديال الدرجات في منزلة التبين. الأولى هي هذه، تبين الأخبار، كل الأخبار، أخبار الدين وأخبار الدنيا. وما أكثر الأخبار الكاذبة كيف تشيع وتتفاحش في الأمة عند الأزمات، اللي توقع شي أزمة، توقع شي حرب، أو توقع شي قضية نعوذ بالله من البلاء، كتوجد الأوساط ديال المسلمين مع الأسف شد الخريف كيضروا بها. ما زلت أذكر أنه فيما سمي بحرب الخليج الثانية في 91، واحد شائعا انطلقت في المجتمعات وفي الأوساط بالناس كيقولوا بأنه هناك دلالة على أن المسلمين سينتصرون، والدليل على ذلك خذ واحد المصحف وتفتح وتلقى فيه شعرة. شاعت بواحد شكل كبير جدا في المغرب، وكاع المصاحف أي مصحف الإنسان راه كيقرا وكيطيح له الشعر من راسه. خرافة، الخرافة تجد طريقها إلى المسلمين. يدل ذلك على خراب الذمم وخراب العقائد وخراب الإيمان أيضا. صفة إيمانية أن تتبين الحاجة اللي ما تزناتش على ميزان الكتاب والسنة، التي لم يقبلها ميزان العقل المسلم المسدد بكتاب الله وسنة رسول الله، فلا يجوز لك أن ترويها. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. غير اللي سمعتها تعودها، اللي سمعتها تعودها، 100% ستقع في الكذب. والآن أيضا تروج أخبار حول الأحداث العالمية الأخيرة، خرافات بين الناس، انظروا صورة كذا فيها أحرف كذا، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. تبين. مرة وصلني خبر من بعض الناس، قالوا لي: الأستاذ الفلاني يصلي بغير وضوء. جابوا أخبار، وهادو ناس ديال تديون بل ديال الدعوة إلى الله عز وجل، الناس مشتغلين بالإصلاح. جاءوا بخبر عجيب، بعض الناس يعني قالوا بأن الأستاذ الفلاني يصلي بغير وضوء، وكنا نحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله. جانا العجب، فعلا فلاني يصلي بلا وضوء، ما يمكنش. ولكن اللي نقلوا لنا الخبار تاهما ناس يعني معقولين، ما نظنوش بهم الكذب. فقام بعض الصالحين يتبين الأمر، يطبق الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن
أن تصيبوا قوما، هذيك أن بمعنى حتى لا، أن لا كي لا تصيبوا قوما بجهالة. أنت ما عارفش تهمه وتحكم عليه، ولما تعرف الحقيقة تندم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شكون اللي قال لك سيدي ما كيتوضاش؟ قال لي فلان، اجي يا فلان. فلان كيصلي بلا وضوء؟ اياه كيصلي بلا وضوء سيدي. شفتو؟ لا ما شفتو. منين جبت الخبر؟ قالها لي فلان. مشينا لهذاك فلان الاخر. فلان كيصلي بلا وضوء؟ اياه كيصلي بلا وضوء. شفتو؟ لا ما شفتوش، ولكن قالها لي فلان. ماذا قال لك بالضبط؟ اش قال لك؟ قال يا ودي راه فلان الفلاني حكم عليه بانه فعلا لا يتوضأ، وأن عمله أي صلاته وما يقوم به باطل. فمشى الناس وذهب الناس إلى هذا الذي حكم عليه، قال بأنه لا يتوضأ. فقيل له في ذلك كيف؟ قال جاءني فلان وقال لي يا ودي راه لما كيكون يتوضأ كيمسح على راسه بواحد الشكل ما كيزولش الطربوش ديالو ولا العمامة ديالو، إذن لا يمسح رأسه، ومن لا يمسح رأسه فوضوءه باطل، لأن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، وهو منصوص عليه بالآية: امسحوا برؤوسكم. المسح بالرأس واجب بالإجماع وبالكتاب قبل ذلك. إذن القضية خصنا نشوفوا هذا اللي شافوا. فلما تم العثور على هذا الذي رآه فقيل له: هل رأيت فلانا صلى بغير وضوء؟ قال لا، ولكن كان كيتوضى واحد الوضوء ماشي صحيح. لما سألنا العالم الفلاني قال لنا الوضوء ديالو باطل، ومن كان وضوءه باطل فهو لا يتوضأ. كيف رأيته وهو يتوضأ؟ قال كيدفع الطربوش غير واحد شوية وكيمسح شوية ديال الشعر وما كيمسحش راسه كامل. طيب إذا تحقق هذا وتأكد فعلا والخبر كله مضطرب، فهذا على خلاف من قول الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم، بين الإمام الشافعي وبين مالك. لمن مالك؟ قال بأن الباء للتأكيد والتوكيد، أي فامسحوا بكل رؤوسكم، المسح بكل الرأس. وقال الشافعي ببعض الرأس، لأن الباء تفيد في العربية أيضا التبعيض، مسحت بالشيء ببعضه وليس بكله. ومالك إنما قال بالتأكيد والتوكيد نظرا لإعماله الأحاديث التي مسح فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكل رأسه جيئة وإيابة، يعني الديد من بداية منابت الشعر إلى قفاه ثم رجع عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام الشافعي ما أنكر الأحاديث، لا قال بها، لكن قال ليست على الوجوب، تدل على أن ذلك السنة، والواجب أو الفرض إنما هو مسح بعض الرأس. فالمسألة الخلافية إذن حينما رفعت خبرا بين الناس تطورت إلى أن فلان لا يتوضأ أصلا ويصلي بلا وضوء. هذا إذا صح فعلا أنه ما كانش كيمسح راسه كامل 100%. هكذا تتطور الأخبار بين الناس، الحبكة لقبة كما نعبر. والتدقيق واجب على المؤمن في نقل الأخبار، إذا كان الخبر مضطربا فلا يجوز لك أن تنقله عن أي أحد من الناس، بل إن كان من الغيبة فلا يجوز لك إلا لداع شرعي كخطبة أو شهادة أو ما تعلق بهذا أو ذاك. التبين في الخبر صفة المسلم الحق، والجماعة المؤمنة يعني المجتمع ديال المسلمين الشأن فيه ألا تنجح الشائعات. لما تبغي توزن درجة الإيمان في المجتمع ولا في المدينة ولا في البلدار مين فيها واحد الشائعة، وشوف إلى سرات ومشات بسرعة عربي هذاك المجتمع مخرب، وإلى تحبسات في موضع عربي المجتمع متين، ماشي سهل يتغلب وماشي سهل يتفتن في دينه. ولذلك من أهم الخصائص الاجتماعية اليوم في تبين تماسك المجتمعات إطلاق الإشاعات، وجهات متخصصة اليوم على المستويات الإعلامية وغيرها صنع الشائعات وتدمر بها المجتمعات. والأصل في المسلم ألا تهزه شائعة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تبين ذلك ما كان ينبغي على المؤمن أن يتصف به ويتماسك. وكل خبر يأتيك من ابنك أو من أخيك أو من زوجك أو من أمك أو من أبيك تبين حقيقته، من حدثك به، من أين سمعته، كما حصل هنا
حينما وصل إلي خبر من أن بعض الناس صاموا قبل هلال المغرب. طيب أنا أتحدث عن نازلة واحدة مش على كل شيء. منين جاك الخبر بأن الهلال قد رؤية؟ قال لك سمعوا في ميديان أو في دوزم. وشكون اللي شافوه؟ شافوه في ليبيا. غريب يعني. وسيلة النقل مضطربة هالكة باصطلاح المحدثين، ومصدر الخبر خريب. لا يجوز للمسلم أن يعتمد مثل هذا سندا لبناء العبادات، لا يجوز إطلاقا. ولذلك المؤمن الكيس الفاطن، كياسة تحط الحاجة في موضعها، هي الكياسة وما تهرسهاش. والفطنة تنبه للأشياء وإدراك لمقاصدها ومراميها. المؤمن الكيس الفاطن لا تهزه مثل هذه الأخبار. أسانيد الدين وأسانيد الدنيا وجب أن يعمل المؤمن إزاءها بتبين، فإذا صلح منه هذا كان لما سواه أصلح، وإذا فسد وضاع كان لما سواه أضيع. هذه درجة أولى في التبين، وهي صفة إيمانية. صفة إيمانية لأنك تحتاج إلى مقدار عظيم من الإيمان لتكون متبينا، لكي لا تلعب بك الأخبار الكاذبة الخاربة وتبني أنت أيضا عليها أحكاما تحكم بها على الناس، وفي بعض الأحيان تنشئ عباداتك بناء عليها، فتظلم نفسك وتظلم الناس. تظلم نفسك لأنك قد تعبد الله بالباطل، وتظلم الناس لأنك قد تحكم عليهم بالباطل وهم مما وصل إليك من خبر عنهم براء. وكثير من الخصومات الأسرية والطلاقات الظالمة وقعت بسبب عدم التبين. كثير جدا من المشاكل الاجتماعية موئلها ومرجعها عدم التبين. وآية كتاب الله عز وجل مبصرة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الدرجة الثانية من التبين تبين الأعمال، وذلك أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذي روته عائشة رضي الله عنها وأرضاه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. كل عمل في الدين تعمله ليس صوابا، ليس موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مردود باطل. لكن لا بد من بيان قاعدة هاهنا، لأن بعض الناس قد يعملون هذا الحديث على غير وجهه، وذلك أن وجهه متعلق بالعبادات أساسا. كيف؟ أي بما فيه معنى التعبد. ولذلك قالوا في القاعدة العلمية: الأصل في العبادات المنع حتى يرد الإذن، والأصل في المعاملات والعادات الإذن حتى يرد المنع. معنى ذلك أن ما كان من شأنه أن يكون عبادة كصلاة أو صيام أو ما شبه هذا وذاك أو أذكار أو أي شيء، فلا يجوز لمسلم أن يقوم به إلا إذا كان مبنيا على أصلين: من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عندكش الحق تخترع شي صلاة من الصلوات ما فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول للناس: يا ودي هاد الصلاة اللي دارها وراه يشوف النبي في المنام عليه الصلاة والسلام، كما هو محشو في كثير من الكتب التي فيها الأباطيل والإسرائيليات. فلا بد من التبين، ماشي غير اللي أعطاك شي عبادة من العبادات تمشي تاخذها وتطبقها بجرة. لا بد من التبين، هل هذا موافق لكتاب الله، موافق لسنة رسول الله أم لا؟ فإن كان موافقا فإذا تبينك أعطاك أن وصلت إلى باب الإذن، بحال رسول الله عليه الصلاة والسلام أذن لك هو مش غيره باش تدير هذاك العمل. فإذا أذن لك رسول الله سيد الخلق في العمل فأبشر وأسعد به من عمل آنئذ، أن تعمل على عمل وتشتغل بصناعة أذن لك فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا تبينت أن هذا العمل مناف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام
فالدخول فيه هو الذي سماه العلماء بدعة، بل نص عليه الحديث النبوي الشريف بأنه بدعة، وكل محدثة بدعة. فإذن المحدثات في الدين والبدع إنما ما تعلق بالعبادات عقائد كانت أو أعمالا مما لا نص فيه من كتاب أو سنة. أما المعاملات والعادات، المعاملات بحال المصارفات ديال المجتمع في التجارات والبيوع وكل العقود المالية والاجتماعية، مصارفات كلها ديال الدنيا، والعادات كالأطعمة والأشربة والألبسة، فهذه الأصل فيها الإذن. كيفاش الأصل فيها الإذن؟ معناه أن المسلم في ذلك عليه أن يتصرف بإرسال، فلا يجب عليه أن يسأل عن العمل أجائز هو، لا، وإنما يسأل أحرام هو، وفرق بينهما، لأن أصل هذه الأشياء على الجواز، واللي جاء منعه وقال له حرام هو يأتي بدليل التحريم، لأن الأصل في المعاملات والعادات الإذن، والتحريم أو المنع كراهة أو تحريما طارئ عليها، كيجي من بعد. كيفاش نفرق بين هذه وهذه؟ الفرق بينهما بسيط، وذلك أن العبادات ليست من شأن الإنسان بإطلاق، ولكنها من شأن المسلم، من شأن المسلم، لأنها دين نزل من السماء، صلاة وصيام وزكاة وحج وما تفرع عن هذه من الواجبات ومن نوافل الخيرات، أمور تعبدية. أما الأمور الأخرى فليست من شأن المسلم وحده، يعني المعاملات والعادات ليست من شأن المسلم وحده، لا، هي من شأن الإنسان مسلما كان أو غير مسلم. كل الناس يلبسون الثياب، اليهود والنصارى يلبسوا، المجوس يلبسوا، بنادم كله كيلبس بدين أو بغير دين، قبل الدين وبعد الدين، طبيعة الإنسان، جبلة الإنسان أنه يلبس اللباس. صحيح كاين فرق بين لباس المسلم وغير المسلم، هذه درجة ثانية في الكلام، نتحدث عن المبدأ. الزواج عادة من العادات، لأنه ماشي حتى واللبس مع الزوج، تزوج الناس قبل نزول القرآن وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ويتزوج النصارى واليهود والمجوس والحيوان والطير والنبات، كل شيء خلق على زيجة وزواج الذكر والأنثى، طبيعة خلقها الله في الحياة، هذا من العادات. الأكل والشرب كله من العادات، لأن الإنسان يأكل ويشرب جبلة طبيعة وإلا مات. وما كاينش فرق بين المسلم وغير المسلم في الأكل والشرب إلا فيما يأتي من محرمات، وسيأتي بيان هذا. كنتكلموا على الأصل، الأصل أنه تأكل وتشرب، إذن كل وشرب، حتى يجي الشارع الحكيم أي الكتاب والسنة يقول لك هذه حرام وهذه حرام وهذه حرام وهذه حرام، ويزول لك المحرمات وما بقي على الإباحة، لأن الأصل هو الإباحة. طيب، فإذا حدث أن وقع خلاف بين شخصين في مسألة أبدعة هي أم لا، الحكم في ذلك وأدب الاستدلال فيه أن يتبصر أهو من العبادات أم من العادات، وهذا ما كيطرحوه الناس إلا قليلا. فإذا كان من العبادات أنت اللي كديرو جيب الدليل عليه، وإلا ما عندكش الحق تديرو بلا دليل وهو من العبادات. وإذا كان من العادات أو المعاملات هو اللي قال لك ما تديروش، يجيب الدليل علاش ما تديروش. وبينهما فرق باش ما يتقلبش الميزان ديال الاستدلال وهو ميزان العلم. فالتبين في مثل هذه الأمور هو بهذا الوزان، أمور العبادات ما تديرها حتى تعلم بأن الله أمر بها أو سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، فتأتمر بالأمر كما جاء لا تزيد ولا تنقص، فإذا زدت فعليك البينة وإلا فقد ابتدعت بدعة. أما المعاملات والعادات فأنت حر طليق بشرط أن تجتنب المحرمات المنصوصات المنهيات، ومن جاء يضيق عليك أمر معاشك في معاملاتك أو ألبستك بحجة أن هذا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو لا يحسن أن يستدل. نعم في العبادات تقول لي لم يفعله رسول الله، فإذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات ما خصكش تديره، أما في أمور المعاملات والعادات فغير ممكن، لأن هذه أمور تتطور عبر الزمان والمكان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ما لبس شيء جلبة المغربية وما ركب شيء السيارة،
فلذلك لا يقال في مثل هذه الأمور لم يفعله، هذا ماشي دليل للمنع، وإنما المنع فيه نص أو قياس صريح على نص صحيح. هذا كلام، هذا علم. نعم، لما تجي واحد وتلقاه دير لباس لا يستر عورته، لا البسة من العادات، نعم، ولكن نقول له ودي هذا اللباس الذي تلبسه بدعة، ماشي نقول له لم يفعله رسول الله، لا، نهى عنه رسول الله. هالكلام نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، نهى أن يكشف المسلم عورته، نهي تحريم، فكيف أن تصلي مكشوف العورة؟ ولذلك مع الأسف بعض الألبسة لا تستر عورة، وليس معنى ذلك أن الصلاة بالبنطلون يعني بالسروال والفيستا ماشي صحيحة إطلاقا، ماشي هذا هو المعنى. الألبسة الرومية الأوروبية يعني إذا توفر فيها شرط السنة وهو ستر العورة فالصلاة بها صحيحة. ما تمشي لعند الخياط يخيط لك السروال، قل له يوفر الثوب، ماشي تجيفه على رجلك والفخذ ديالك، يوفر لك بما يكفي للستر، وألا يقع فيه تشبه شعاري، تشبه بالكفار. كيف تشبه بالكفار؟ في اللباس الذي اتخذوه شعارا، بحال اللباس ديال الرهبان والبرية ديال اليهود اللي كيلبسوها بعض المسلمين مع الأسف. هذه ألبسة تشبه بها الناس أو فيها الناس بالكفار، وهي تدور بين الحرمة الكبيرة أو الكراهة. أما اللباس الرومي الأوروبي بإطلاق فقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام الألبسة الرومية والقبطية والحبشية والنبطية وغير ذلك مما ورد في صحيح البخاري ومسلم، وقليل هي الألبسة اللي كانوا العرب كيصنعوها، أغلب ألبسة الزمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مستوردة. وقد حصل رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة على قبطية، شو القبطية؟ بحال كما يعني واحد اللبسة سميتها قبطية يصنعها الأقباط وهم نصارى مصر، وأهداها لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأسامة عاود لبسها لمراته، فلما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأسامة عن القبطية سولوا عليها فين هي، قال أهديتها لفلانة، قال له فلتلبس تحتها شيئا فإني أخشى أن تصف عظامها. كانت يعني وخا هي فضفضة ولكن بحل فيها واحد النوع ديال الرطوبية، ليونة إذا لبست وصفت كتلصمت على الإنسان، ولأنها امرأة وربما تكون ملامس الثوب عليها ألصق من الرجل، طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن تلبس شيئا تحتها. وهذا فيه مسألة عجيبة أيضا في الفقه، حديث تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء ليس على إطلاقه بل مقيد بهذا الحديث وما في معناه، يعني حرام على الرجل يلبس حويج النساء وحرام على المرأة تلبس حويج الرجل، لكن كيف؟ فيما تفرد به الرجال وفيما تفردت به النساء. أما إذا كانت واحد اللبسة جرات العادة ديال الناس على أنهم كيلبسوها الرجال ويلبسوها النساء، ما عيبش تلبس حويج مراتك في هذا المعنى، بهذا المعنى ما عيبش تلبس حويج براسك أو هي تلبس حويجك إذا كان ذلك اللباس جرات العادة على أنه كيلبسوه الرجال والنساء بحال، ولكن اللباس اللي مشهور عرفا وعادة على أنه نسوي ما عندكش الحق تلبسه، واللباس اللي مشهور على أنه رجالي ما عندكش المرأة الحق تلبسه. أما اللباس المشترك فنعم، بناء على هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القبطية لأسامة، وأسامة باش يلبسها هو ما لبسهاش، أعطاها لمراته، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، شرط عليه غير دير تحت منها شي غلالة يعني ديك التحتية وتلبسها من الفوق، ولا بأس بذلك. التبين في العمل شيء مهم جدا، وعدمه يقود إلى تطبيق الدين بشكل مقلوب، وإلى تبديع من ليس بمبتدع، وتفسيق من ليس بفاسق جهلا وظلما. ومع الأسف هذا كثير اليوم بين الناس، قلة التبين بل انعدامه، هيك يسمع الكلمة يمشي يشير بها في وسط الناس ما ينبغي له، وخاصة أن كثيرا من الأميين ينقلون فتاوى عن أميين وليس حتى عن علماء مع الأسف، وما ينبغي للأمي أن ينقل الفتوى أصلا، هو يستفتي على رأسه من اللي يفهم يطبق، ما حازو شي واحد آخر ينقل له الفتوى. لما؟ لأن الفتوى علم وصناعة، إنتاجها للعالم ونقلها لطالب العلم، لأنه اللي غادي يستوعبها ويفهمها، وإلا أعطيتها للعامي ينقلها مقلوبة، وهو حاصل كثير.
الأمور العلمية الدقيقة ليس لكل من هب ودب أن ينقلها ويدعو إليها بين الناس، وإنما ينقلها طالب العلم عن العالم، فالعالم ينتجها وطالب العلم يفهمها، وله الحق آنئذ في أن يشيعها ويدعو إليها إن كانت حقا وصوابا. كل هذا من باب التبين في الأعمال، وغيابه يقود إلى المصائب والكوارث كما بينا في الدين وفي الدنيا. الدرجة الثالثة التبين في النيات، والتبين في المقاصد، مقاصد الأعمال مما في بواطنك تقبل على العمل. ولنفرض أنك تبينت منه شرعا فوجدته حقا لا لبس فيه، بعد ذلك وجب أن توقفه كما يوقف الجمركي الدخيل على الوطن، وتقلبوا تفتشوا هذاك العمل، تفتشوا من أين؟ من الباطن، من القلب، من الوجدان. ما حظ الإخلاص منه وما حظه هو من الإخلاص؟ شحال من واحد قد يعمل العمل ظاهره الصلاح والتقوى والفلاح وباطنه التسميع والرياء والنفاق. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع سمع الله به يوم القيامة. وما التسميع؟ أن تعمل العمل قد يكون صالحا في الظاهر، صدقة أو زكاة أو صلاة أو حجا أو عمرة، ما شئت توفرت فيه كل شروط الصحة فلا ابتداع فيه زيادة ولا نقصة، ولكنك تريد أن يسمع الناس، أن يسمع الناس أنك فعلت وفعلت وفعلت، هذا تسميع. فمن سمع سمع الله به يوم القيامة، أي أن الله عز وجل يأتي به على رؤوس العالمين ويقول للناس: هذا فعل ما فعل، ليقال قد فعل، فيفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. من سمع سمع الله به يوم القيامة. وجب على المؤمن أن يحاسب نفسه عن أعمالها التي يقوم بها، ما حظ الإخلاص في ذلك؟ وإنما الرحمن طلب منا الإخلاص مخلصين له الدين، إخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وسمى صورة الإخلاص لما تعلق بتوحيد الله عز وجل، صورة الإخلاص حتى تصفي أعمالك لله وحده لا شريك له، لا تريد بذلك سمعة ولا رياء ولا ليقال فعل فلان وصنع فلان. وهذه الرتبة أو الدرجة الثالثة هي من أعلى مراتب التبين، والنفس التي تأتيك بأعمالك ها هنا وجب عليك أن تتهمها على وزان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. بينا سبب النزول والصيغة الظاهرة للخطاب وذلك الأصل، لكن يستفاد من هذا هذه اللطائف وهذه الإشارات. نفسك التي بين جنبيك هي من الفواسق لأنها أمارة بالسوء، وخالف النفس والشيطان فعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. عجيب فعلا من الحكم ذكرته أكثر من مرة التي تشد إليها الرحال: وخالف النفس والشيطان فعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم، أي واجب أن تتهم النفس على كل فعل تفعله، ولا تعطيها البراءة حتى تتبين من أن عملها قد برأ ظاهرا فوافق السنة، وبرأ باطنا فأخلص لله. أنا إذن أعطيها الضوء الخضر الدوز، اتهمها، تسلم، تسلم من غلوائها وخدعها وأمرها بالسوء، وسلط عليها جهتها الأخرى اللوامة. بذلك إذن تكون بإذن الله عز وجل من الناجين، من الفائزين. المؤمن حينما تعرض عليه أعماله من خلال الخواطر التي تخطر بباله، أريد أن أصنع كذا، أريد أن أفعل كذا، أوقفها ثم اسأل: هل أريد فعلا بهذا العمل وجه الله عز وجل؟ هل أريد أن ألقاه فراشا أخضر بقبري؟ هل أريد أن ألقاه قناديل تنير ظلمة قبري ووحشته؟ هل أريد فعلا أن ألقاه عملا يفتح لي باب الجنة وأجده شفيعا لي يوم القيامة
أم أني أريد فقط أن أكسب كذا، وأن يظن فلان بي الخير في المسألة الفلانية، وأن تحسن تجارتي إذا ظن الناس بي خيرا، وأن يقبلوا علي في كذا وكذا وكذا مما أجني به نفعا وحظا دنيويا. إذا كان ذلك كذلك فهو عمل هالك خرب. وإنما الأصل في المؤمن أن يتبين لهذا الغرض ولهذا القصد حتى يصفي الوجهة لله، توحيد القبلة. إن لم يكن فيه توحيد الإخلاص وتوحيد الوجهة لله عز وجل فلا معنى له آنئذ، وإنما صفاء العمل إذا مر عبر مدارج التبين. لو صفت سريرة الواحد منا على هذا الوزان وتدرج في سيره إلى الله عبر هذه المراتب، فعامل الناس بتوثيق الأخبار وكان ثبتا. علماء الحديث من قبل الواحد عندهم إذا كان الأخبار ما كيدوزو حتى كيف ليه كيسميوه ثبت، يعني لا يحدث إلا بالحق وبالخبر الصحيح، ولا يقبل هو ممن يحدثه إلا الخبر الصحيح. جوج العمليات ليكون ثبتا. إلا شي واحد حدثه يقول له احبس، منين جبت هذا الكلام؟ هذا المعنى الأول. وإلا هو بغى يحدث حتى كي يضبط الكلام ديالو مزيان عاد يحدث به. ثبت ثبت. فإذا صار المؤمن ثبتا في قوله وخبره، وصارت الأمة بعد ذلك جماعة من الأثبات، يعني نهضة إسلامية كبيرة. ثم بعد ذلك كان في عمله عبادات وعادات ومعاملات ثبتا على وزان القاعدة التي ذكرت. الأصل في العبادات المنع حتى يريد الإذن، والأصل في المعاملات والعادات الإذن حتى يريد المنع. إذا كان ذلك كذلك عنده أيضا فقد ارتقى درجة ثانية واعتلى منصة أعلى من مدارج التدين. وإذا خلص وصفا في الرتبة الثالثة والأخيرة فلم يجيز من الأعمال أن ينطلق من قلبه ولسانه ووجدانه وجوارحه إلا ما توجه لله وحده دون سواه، وإلا ما أراد به الله والدار الآخرة، فهذا لا يكون إلا من الربانيين، ولا يكون إلا من الأولياء الصالحين الذين قال فيهم الحق سبحانه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يكون إلا على وزان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبر. لما؟ لما تجرد له من الإخلاص والصفاء في الأعمال والتثبت في الأقوال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يعني اكتساب التدين طريق ديال واضح يحتاج إلى إرادة منا وعزيمة. شحال من واحد كيقلب كيفاش يبدأ طريق الصلاة، كيف يتوب إلى الله، يبحث عن من يلقنه الخير. كتاب الله واضح وسنته واضحة: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نصوص القرآن واضحة، لكن نحن لا عزيمة لنا للعمل بها. هذه الآية هي من محفوظ كثير من الناس، أي أقصد آية التبين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولكننا مع ذلك لا نتبين. الآية تأمر وعملها واضح وبسيط، ونحن فقط نسمع وقد نقرأ وقد نجود ونغني ونلحن ونقف عند الأنغام فقط، لا نتجاوز ذلك إلى الإرادات والمقامات العملية والمنازل الإيمانية، تدريبا للنفس وترويضا لها وتشذيبا وتهذيبا لكل نوازعها. المؤمن بين يديه نفس أمارة لوامة يصطارع فيها الحق والباطل والخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ومطلوب منك أن تحارب إلى جانب التقوى، وأن تقاتل إلى جانب الصلاح، تقاتل الفجور وتحارب الفساد في نفسك وفي عملك متبينا عبر مراتب التبين المذكورة. وكفى بالتبين وسيلة لمحاربة الباطل وسلاحا فتاكا لقتال الشبهات والمخربات للأعمال وللعقائد.
خطوات بسيطة ثلاثة تقودك بإذن الله إلى بر الأمان. جربها في نفسك وحاول أن تكيف حياتك اليومية على وزانها، ستجد راحة عجيبة. عدد كبير ديال الخرافات في الأسر ستنتهي. فلانة كتسحر لي، فلانة سحرت لي، فلانة دارت لي وكلتني. كثير من هذه الأخبار لو تبينا لانتهينا منها. ونقلها مرض، يعني نقل الوساوس ونقل الشائعات مرض، لأنه يصيب الأنفس بأمراض نفسية لا تستريح بعدها إلا أن يشاء الله. خلي الإنسان عايش على أعصابه كما نعبر، عايش على أعصابه مريض بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتثبت في أخبار فظن صدقها، وما كان له أن يقطع بها إلا بعد تبين. وأما التثبت في الأعمال فيبعث الطمأنينة في النفس، يعني أعمال العبادات لما تثبت منها وتتبين أنها من السنة تعمل عملك وأنت مطمئن، وما كتبقاش على شكين من عملك وعلى شكين من دينك، لا تدري أهذا العمل من الجائز أم من الباطل. لا، ما ينبغي أن تبقى على هذا الاضطراب، فتبين أسنة هو أحق هو، فإن لم يكن حقا فماذا بعد الحق إلا الضلال. فارجع إذن إلى كتاب الله وإلى السنة تجد الراحة والطمأنينة. وسبحان الله، الإنسان حينما يلتزم بالسنة على وجهها الصحيح يجد راحة نفسية وطمأنينة عجيبة، لأنه على تبين من أن الخطوات التي يقطعها سيرا إلى الله عز وجل آثار من آثار خطوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبع الآثر ديال سيد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت واصل إن شاء الله إلى مأكد بأن الطريق هي هذه، من هنا داز النبي صلى الله عليه وسلم، عندك اليقين من هنا داز، وهال آثر ديال الدوزة دياله، يعني السنة الآثر ديال المرور، أنت تتبع ذلك الأثر تعلم يقينا بأن الرسول قد بلغ إلى أعلى مراتب الرضا عند الرحمن. فعلى قدر التزامك بتلك الخطوات تصل بإذن الله عز وجل إلى مراتب الرضا عند الرحمن. طمأنينة، تقوم بالعمل الآن في الدنيا فيبعث الله في قلبك منه إن كان سنة طمأنينة عجيبة. ثم حينما تخلص العمل لله وتتبين صدق القلب من كذبه ورياءه وتسميعه من توحيده وإخلاصه، تصبح النفس الأمارة آنئذ خائفة منك، نفسك تولي تخاف منك. أن تحدث بعد ذلك من الرياءات والتسميعات ما تهذبها وتؤدبها وتعاقبها منه، فلا تأمرك إن شاء الله بعد ذلك إلا بخير، لأن النفس إذا روضت بالتهذيب والتشذيب والتأديب استقامت كما تستقيم الدابة لصاحبها. ستكون عنده واحد الدابة محنة معكسة، لما يؤدبها ويروضها تستقيم وتلين وتسير على الطريق المستقيم، كذلك النفس. ولكن بعد ترويض وبعد اتهام وبعد اختبار وبعد تبين، فإذا استقامت لك فأبشر، فتلك علامة الولاية وتلك علامة الصلاح، حينما تستقيم لك نفسك ويكون هواك تبعا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.